عن تطورات المشهد في أفغانستان وردود الفعل الدولية وأيضا تعاطي حركة طالبان معها، ينضم إلينا عبر سكايب من إسلام أباد المتخصص في الشأن الأفغاني والباكستاني حذيفة فريد. سيد حذيفة، مرحبا بكم. يعني حركة طالبان صرحت بأنها ستشارك في حوار سلمي، وصفته بالسلمي، مع مسؤولي الحكومة السابقة. إذا كان النظام السابق مقبولا لدى حركة طالبان، لماذا انقلبوا عليه إذن؟ أولا تحية لك وللمشاهدين الكرام، وأشكر لكم استضافتي في هذه القناة. بالنسبة لي ما يحدث في أفغانستان حاليا، طبعا أنتم تتحدثون عن ما يسمى بالانقلاب الذي حصل في أفغانستان. الحقيقة أن من أتى على ظهر الدبابة الأمريكية هم من انقلبوا على الشرعية، إن استطعنا أن نسميها، التي كانت موجودة في ذلك الوقت على حكم طالبان في ذلك الحين وعلى أمارة أفغانستان الإسلامية عام 2001. طالبان هي فقط استعادت، إن صح التعبير، ما كان لها، ولكن هذه المرة استعادت ما كان لها بعد أن أخرجت المحتل الأمريكي عبر اتفاقيات. أساساً يعني حتى الموجودين في السلطة في النظام في كابول في ذلك الحين هو كان على علم حقيقة بأن طالبان هي قدر لا مفر منه وأنها آتية رغم كل التطمينات الأمريكية. ولكن كان هناك حديث عن الوقت الذي سوف تظهر فيه طالبان وتعود. بحسب التحليلات الغربية وبحسب المصادر الغربية والاستخبارات الغربية، كان متوقع أن تسيطر طالبان على أفغانستان في غضون 90 يوم وليس في غضون 9 أيام كما كان يعني كما كان متوقع أو كما شاهد الجميع. طيب. لكن تفضل سيد حذيفة، في موضوع آخر ولكن طبعا نبقى في أفغانستان. على سبيل المثال، وكالة بلومبرغ أكدت أن واشنطن جمدت ما يقرب من 9 مليارات ونصف مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني. هناك أيضا حديث عن استيلاء الرئيس السابق أشرف غني على مليارات أخرى وهو مغادر الأراضي الأفغانية. هنا كيف يمكن لحركة طالبان التي وعدت بالبناء والتنمية أن تدير بلدا كبيرا كأفغانستان في ظل الشحة النقدية التي تعاني منها؟ طبعا يعني حتى تكون انت والمشاهد الكريم في الصوره، حركه طالبان يعني حتى قبل استيلائها على السلطه في كابول بشكل رسمي او عمليه انتقال السلطه التي شاهدناها جميعا، هي كانت في حوارات مع الجانب الصيني من ناحيه، مع الجانب الروسي من ناحيه، مع الجانب الباكستاني من ناحيه، وايضا مع جيران افغانستان سواء الطاجيك او الاوزبك، طاجيكستان واوزبكستان، وايضا كذلك ايران. نعم. حركه طالبان يعني حتى في حديث المتحدث الرسمي باسمها ذبيح الله مجاهد، هو تحدث عن رغبه حركه طالبان مع كافه اطياف الشعب الافغاني في بناء افغانستان جديده مزدهره اقتصاديا. انا لا اتوقع ان تتخلى الصين عن افغانستان، خاصه ونحن نتحدث عن مدخل آسيا الوسطى. أفغانستان تعتبر هي المفتاح وهي مدخل لسوق آسيا الوسطى. أفغانستان ما زالت هي أرض بكر وأرض خصبة، ما زالت أرض مليئة بالجبال، وأنت يمكن أن تعرف أن الجبال مليئة بالثروات والمعادن. طبعا الاستعمار الغربي وبحسب حديث الرئيس الأمريكي جورج بايدن يقول نحن لم نأتي لإعمار أفغانستان. هذا في الحقيقة ما حصل، وربما في هذا فائدة للشعب الأفغاني لأن الأراضي الأفغانية لم تستثمر. فأمام طالبان، نعم أمامها تحديات لإعادة الإعمار والتنمية، ولكن في المقابل أتوقع أن الصين سوف تدخل بقوة، كذلك تركيا وربما كثير من الدول إن أرادت الدخول إلى آسيا الوسطى وسوق آسيا الوسطى الغني جدا بالثروات، وأيضا الدخول في مشروع الصين الحزام والحرير. فأتوقع أن أمام أفغانستان يعني فرصة ذهبية جدا وتاريخية للنهوض. نعم صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتجميد بعض الأصول الأفغانية لمزيد من الضغط على حركة طالبان، ولكن علمنا التاريخ أن قرابة 40 عام من الحروب المتواصلة في أفغانستان سواء الاحتلال السوفيتي وبعد الاحتلال الأمريكي أنه لم يؤثر على الشعب الأفغاني. الشعب الأفغاني شعب أبي، شعب يرفض أن يحكم من قبل غيره. فلا أتوقع أن تؤثر هذه الضغوطات على الشعب الأفغاني أو على حركة طالبان حاليا، بل أتوقع أننا سوف نرى ضغوط أخرى من الجانب الصيني والروسي، ضخ استثمارات وضخ أموال في أفغانستان، ربما ليس حبا في حركة طالبان وإنما نكاية في أمريكا.
وأنت تحدثنا من إسلام آباد، باكستان كانت أول من أعاد السفير إلى العاصمة الأفغانية كابول. هل تعتقد أن هذا الإجراء من قبل باكستان هو محاولة لوضع مقعد لها على طاولة مفاوضات تشكيل أفغانستان الجديدة؟ هل تعتقد ذلك سيد حذيفة؟ طبعا نحن ينبغي أن نعرف أولا لماذا سحبت باكستان السفير الباكستاني من كابول. كان هناك عملية تشويه تعرضت لها باكستان إبان الحكم السابق، حينما ادعى السفير السابق أن ابنته اختطفت في إسلام آباد وأنها تعرضت لعملية اعتداء، ليتبين بعدها بحسب التحقيقات الباكستانية وحسب التصريح الرسمي للداخلية الباكستانية على لسان وزيرها الشيخ رشيد بأن كل الادعاءات التي ادعتها سلسلة علي خيل ابنة السفير السابق في باكستان هي ادعاءات باطلة لا أساس لها ولا وجود لها حقيقة. باكستان حين سحبت السفير الباكستاني من كابول للتشاور، عودة السفير الباكستاني إلى أفغانستان هو يحمل في طياته رسالتين، رسالة إلى الجانب الهندي من ناحية، وأيضا رسالة إلى الجانب الأفغاني من ناحية أخرى، أن باكستان لم تتخلى عن أفغانستان يوما ما. باكستان هي حجر الأساس أساسا في جميع المفاوضات التي تمت عبر التاريخ الأفغاني، سواء أيام الاتحاد السوفيتي أو حتى في هذه اللحظة، بل وحتى بين الفرقاء الأفغانيين تلعب باكستان دور كبير في تقريب وجهات النظر. باكستان أيضا أصرت على حركة طالبان بعدم الوصول إلى السلطة عبر عملية عسكرية، وإنما عبر عملية انتقال سلمي للسلطة. حاليا أيضا هناك دبلوماسيين، هناك برلمانيين من أفغانستان، بل وأيضا ابن أحد قادات أو قائد تحالف الشمال السابق أحمد شاه مسعود يتواجد في باكستان حاليا. فالحديث أن باكستان تلعب دور، نعم هي تلعب دور لأفغانستان آمنة، هي لا تستطيع أن تتحكم في حركة طالبان، فطالبان وأفغانستان هي دولة مستقلة لها سيادتها، ولكن نحن نتكلم عن أن باكستان تلعب دور كبير في عملية التقريب بين وجهات النظر بين هؤلاء الفرقاء. إذا ما تحدثنا عن مصير الرئيس السابق أشرف غني، كما تعرفون هو غادر أفغانستان وتوجه إلى طاجيكستان، وبعدها توجه إلى سلطنة عمان واستقر الآن في أبوظبي. لكن لو تحدثنا عن مصيره، هل يمكن للحركة أو الحكومة المنتظرة الأفغانية أن تطالب بتسليمه، أم سيشمله العفو العام الذي أطلقته حركة طالبان؟ هذا يعود الى نظره الحركه الى اشرف غني. لاننا ينبغي ان نعرف ان اشرف غني في اخر ايامه ضغطت عليه الولايات المتحده الامريكيه، وزاره الخارجيه الامريكيه ووزاره الدفاع الامريكيه بالاستقاله كشرط اساسي من شروط طالبان في خوض عمليه سلميه وعمليه حوار في افغانستان. نحن شاهدنا حركه طالبان وهي تمد يدها الى جميع الشعب الأفغاني، بل وحتى المتعاونين مع قوات الاحتلال الأمريكي والناتو، بل وشاهدناها أيضا تعطي عفو عن أو أيضا يعني حتى تتواصل وتتعاون سواء مع عبد الله رئيس اللجنة أو رئيس لجنة المصالحة في أفغانستان، بل وأيضا مع الرئيس السابق لأفغانستان حامد كرزاي. فالحديث هنا يتمحور عن أن حركة طالبان لا مانع لديها من العمل مع الجميع، وقد صرح بهذا ذبيح الله مجاهد في مؤتمره الصحفي حين قال نحن نحتاج أو من يرغب في العمل لصالح أفغانستان نحن نرحب به، من يرغب في خدمة الشعب الأفغاني نحن نرحب به. الخطوة الآن هي عند أشرف غني، الكرة في ملعبه ليست في ملعب حركة طالبان. هو من يقرر إن كان يرغب في العودة والتعامل مع حركة طالبان وخوض انتخابات مثلا أو الخوض في حكومة مقبلة، هذا أمر يعود إليه ليس إلى حركة طالبان. عبر سكايب من إسلام آباد المتخصص في الشأن الأفغاني الباكستاني حذيفة فريد، شكرا جزيلا لكم.